إن كبدان لباطن حلبان أو كميدا قولها شعبك برلمانك الصوماليا وكسو جيدة ديغانة دكون فرق البيت كواس وشالي مقدشة كهاللي أيا سوين لوغة ديدي جوابتاي كبحيين فعلا دي لوغو تاغيري دولة دي توبيا إيكو قب صومي مغالو ينك حدر يواجد بيانك شركة جرايد وحا آخريي إرقيق مدحوين حسن شيخ يا رماع عافماتك حلبان عبدالرشيد جلي فرينتو حيايد ميدان دي لترنين مركا لوغو إيغو إندها هو دانييدا ميدا حالة ده هو وين إيا إن لغا يراهدو عاصمة ديو مدى صوماليات دواقي حلبان نداسي وحوها ميد فرحات سيناية دولة دي توبيا وربحين تاوحي نكسو كوبينا لابا قلد أو حلبان نداسي قلين إيا اللابو أي حاقو لهايين كو فرينتي حلبان ندي شلايك هالي مغالة دا مقدشو وحي موجيسي إن دولة فدرال كاي صوماليا كوكا لقيب سنتاي قاب كلو وجهايو بحيطان كعيدان كاي توبيا برلمانكو واميد كاميدا أوودها أووين دالكا إن اي فرين نو عاسا حلبان نقران كاتمادو تفسير كيدو وإن اي دولة دي صومالياد اسكواركتيكا نقويسي سيدا اي توبيا وغا بحيسا دالكا حالكان حلبان ندو واكو هفتين لابو كل من تأيد حسن شيق يو دمرين تيتوبيا فرينتي شلي إحلبان ندو ماهين إني كل مسو إرى يو دمرين آية دولة تيتوبيا لنا عكالان ويرى رأي مدحوينها الصوماليا يدو بدي ومدو اسكور أحسن تاي سيدو حسن شيق دولة نمدي الصوماليا أداو عاي أو لقن قويس يمسقو قديقاي حدن لنا عكالي وحا حلبان نداس أحبونايد إن إيدها الله هيست حسن شيخ قد أحساراً موضوعاً وعاني فرصة كالاو حاولين إتوبيا حسن شيخ سوال با أو غرافية دولة نمدي صوماليا لابدي ساني لصودا في هدانا وحا واجب كوا قفو البو صوماليا إنو قطع غير دولة ديسا دفاع بيها يدقال كالوغلة جرى إتوبيا حلبان دريركم فرق البيت إيشالي حدلي لابو قضب أي يون حقو لهايين ولو لغو قبسان كارو وقتiga إيا قوبتا ميد وابد بادادا دادكو دا دالكوا فدرال يدو أي عيدان كيتوبيا لوريو طبان سانو عرقا جحسادا كالدفاع عيين دادكاريركم فرق البيت إنا إسكبهان يدو عن قرشاة حيقا اللي سلام مالدقين وحيكا ديقان تاي إن دادكي لوغا عم بنين عيو إنا عرقا جحسادو اللايسو تاسنا سحماهان حلبان ندي شلايكا هاللي مغالا دا مقدشو حاق اي اوليهين انا يراهدان حالكا داد كينو نحوك دنباين ايا تاسينا ماهان سياسد ايوادان شعب وحين اهيد انا دولة فدرالكا اكلا فريستان يا بدل اي عيدان كديغان كاسيكا بحايا ايا سيداكا لوريقو دعي كرا سياني ارقا جيحسادو وغفايدي سن ميداكالي وامدنان سينتا ماملكا كونفرق البيت iyadoo xisadana ay tahay mid qaran haddana waxa jira warar sheegaya in xasan sheekh iyo kooxdiisu ay isku soo koobeen go'aanka gaarista mowduucan oo la laalay mudnaanti maamulka koonfur galbeed ee isbeddelka amni ee loo socdo xilbanaad ishaalay hadlay inay dalbadaan in maamulkoodu talada wax ku yeesho maadaama uu dalku federaal yahay dadkuna ay rabaan cid ay yaqaanaan oo ay aamini karaan sidoo kalena aanay Soomaalidu wali is iimaansan waa mid meesha ku jirta waxaa laga rabay in arrimahan si hoos u wajahan oo ay madaxda dawladda federaalka kala doodaan mudnaansiinta badbaadada dadka iyo maamulku inuu talada wax ku yeesho si walbaba Itoobiya waxay ku qasban tahay inay raacdo xeerarka caalamiga oo ay banaysay Soomaaliya ama ay ka laabato isafgaradka sida ay soo jeedisay dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo nidaamkiisana waxaa laga rabaa in kala gurida Itoobiyaanka iyo dadka ay sanadaha badan la joogen in laga sameeyo qorshe qaran oo wada tashi buuxa la geliyo kaas oo aan dhalinayn firaaq amni oo fursad siyaar ka gaxsada sidoo kale maamulada ka jira deegaanada ay sida gaarka u taabanayaan isbeddeladan waa in talada wax laga siiyaa maxay kula taadiga